عندنا أغاني من التراث، في عندنا أغاني من القديم والجديد، عندنا توتة الدار يا بحر هدي من الأغاني القديمة، عندنا يا مزينة دي أغاني باللهجة المحلية الفلسطينية، في عندنا برضو أغنية من الأغاني اللي انكتبت لفلسطين من يوم ما موال الهوى، هذه من التراث الفلسطيني. في عنا يا فلسطينية هاي من شيخ إمام تحت الحين مصري لفلسطين. في عنا قلت حكيت لك يا مزينة دي من التراث. وعلمي جنال ربي هو الكورال طبعا ليه تاريخ كبير، هو من 86 جيل بيسلم جيل، وكل يعتبر ده الجيل الثامن. انا استلمت الكورال من 3 سنين، نبتدي ناخد العروض بتاعتنا اللي بتظهر لنا، مثلا بنروح نشارك في الاوبرا، في مؤسسات مصريه زي نقابه الصحفيين، اتحاد الكتاب. طبعا فتره الحرب كان في تكثيف كبير للعروض بتاعتنا. الكورال بيختلف، الفعلي هم 30 بس اللي تحت التدريب 5، معانا 25 هم اللي بيشاركوا، ساعات بنشارك ب 20 ب 21 حسب المكان اللي احنا رايحينه. بيختلف اعمارهم من عندنا من 30 لحد 13 و14 سنة، يعني 25 22 23 18. بنحاول ان احنا نوصل صوتنا للعالم كله، ان هنا في فلسطينيين، في ناس، في مصريين محافظين على الهوية والتراث في فلسطين. اللي وصل رسالة لغزة بصوتنا، وان شاء الله ربنا ينصرهم. المايسترو عندنا بيحدد مثلا مين صوته مناسب في اللاينات بتاعه الاغنيه، بتبقى في كذا لاين مثلا في الاغنيه، في القفلات بتاعه الاغاني. بنتمرن بالاول على تمرين صوت ليكون يعني صوتنا يكون منيح احنا انه نقدر انه نغني، وبعدين بنبدا نراجع على كل الاغاني. Yeah.